بل عندنا من المراجع والكتب والإثباتات والوثائق مما ألفوه هم وطبعوه أنهم كفروا فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليكم بعضا من هذه الأمثلة والوثائق موجودة عندنا. من جملة ما قالوه في تكفير الأعيان من الأمة أن رأس هذه الفرقة وزعيم هذه الجماعة بالمعنى الذي ينسحب عليهم لا على الأمة، وقد قال الرسول من شذ شذ إلى النار، وأما نحن ولله الحمد فمع جماعة المسلمين، في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، يعني ابن تيمية الحراني، عن ما فعله الصحابي الجليل والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري وفيما رواه ابن حبان من حديث حفصة رضي الله عنها، حفصة يعني بنت عمر، عن أخيها عبد الله بن عمر قال الرسول عبد الله بن عمر رجل صالح. الرسول يشهد له بالولاية بالصلاح، الرسول يشهد له بالجنة. أما ابن تيمية ففي كتابه المسمى اقتضاء الصراط المستقيم قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما فعله من تتبع الأماكن التي نزل فيها الرسول بين مكة والمدينة، فصار عبد الله يتتبع هذه الأماكن للتبرك. قال والعياذ بالله، قال ابن تيمية في كتابه هذا إنما فعله هذا الرجل، عن مين؟ عن عبد الله بن عمر، قال هو ذريعة للشرك بالله. يعني هذا الفعل الذي فعله ابن عمر في نظر ابن تيمية يؤدي إلى الخروج من الإسلام. مثال آخر في كتابه المسمى، في كتابه المسمى منهاج السنة النبوية، وهو منهاج الفرقة الشاذة، ماذا قال عن من قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة زوجتك بأعلم أمتي، زوجتك بأعلم أمتي، عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه، يقول عنه زعيم هذه الفرقة الشاذة أسلم صبيا وفي إسلام الصبي خلاف، يعني علي بن أبي طالب كافر عندهم. وقال في السيدة فاطمة التي هي بضعة المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيبة رسول الله والتي كانت إذا دخلت عليه قام لها، وهو رسول الله كانت إذا دخلت عليه قام لها، يقول فيها ابن تيمية في كتابه فيها شبه من المنافقين في السيدة فاطمة، ويقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت في علي، علي أسلم وهو دون البلوغ وتربى في بيت الرسول، أين كان يشرب الخمر؟ ثم ماذا قال ابن باز في تعليقه على فتح الباري؟ قال عن بلال ابن الحارث المزني صحابي من صحابة رسول الله، قال عما فعله إنه شرك. ماذا فعل بلال بن الحارث المزني؟ في عام الرمادة ذهب إلى قبر الرسول وقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. وهنا أيها الأحبة سأذكر لكم كيف أنهم كفروا السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، من مدحها القرآن 14 آية في القرآن في تطهيرها وفي براءتها. الله سبحانه قال عنها إنها أما للمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. روى الحافظ الزبيدي أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تحتضر تموت أخرجت قطعة من قميص رسول الله وكانت قد خبأتها، وقالت إذا أنا مت
ضعوها على صدري لعلي أنجو ببركتها. وهي الصديقة بنت الصديق، وهي حبيبة رسول الله. عندما سئل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل له فمن الرجال؟ قال أبوها، يعني أنه ما من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. وكم لمسته ولمسها، فكم تكون قد تبركت برسول الله. مع ذلك ما اعتبرت نفسها مستغنية عن التبرك بآثاره بعد وفاته، بل خبأتها إلى وقت الحاجة والشدة إلى القبر، وقالت لعلي أنجو ببركتها. وهذا رواه الحافظ الزبيدي في الإبحاث في المجلد العاشر. طيب هذا الفعل فعلته من قال عنها القرآن إنها أما للمؤمنين، وهم يقولون من فعل هذا مشرك. فنحن مع من؟ مع القرآن. القرآن يقول عنها إنها طاهرة وإنها أما للمؤمنين وأنها زوجة النبي في الدنيا والآخرة، وهم يقولون عنها مشركة. إذا كفروا أعيان الأمة. واسمعوا أيضا عندما قالوا التوسل والاستغاثة والنداء والرجاء والخوف شرك وعبادة لغير الله، بهذا كفروا كل الأمة مع أعيانها. فقد روى ابن كثير الذي هم يحبونه، ابن كثير كان تلميذ لابن تيمية، كان تلميذا لابن تيمية، في كتابه البداية والنهاية في أحداث سنة 11 للهجرة. ابن كثير في البداية والنهاية، احفظوا المراجع، وابن الأثير في الكامل في التاريخ والطبري في تاريخه، أن شعار جيش الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق عندما وجههم لقتال المرتدين في اليمامة كان ومحمدا. ومن كان على هذا الجيش؟ علي وخالد رضي الله عنهما، وكان في خلافة أبي بكر. يعني بقولهم إن التوسل والنداء شرك وعبادة لغير الله، كفروا من؟ أبو بكر، عمر لأنه كان وأقر، عثمان لأنه كان بعد حي لأنه هو الخليفة الثالث، علي الذي كان في الجيش وفي أرض المعركة، خالد الذي قال عنه الرسول سماه سيفا من سيوف الله، ومن؟ الصحابة عموما ومن جاء بعدهم من التابعين. وهنا انتبهوا بتكفير الوهابية لأعيان الصحابة وعموم الأمة، قطعوا طريق سند القرآن والدين وصولا إلينا. لأن إذا الصحابة كفروا سقطوا عن العدالة، وكيف يؤخذ عنهم القرآن؟ كيف يؤخذ عنهم الحديث؟ كيف يؤخذ عنهم الدين؟ إذا هدموا الدين. رأيتم إلى أين يريدون الوصول؟ هدموا الدين بتكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما اقتصروا على تكفير عموم الأمة، بل على أعيانها، بل وعلى رؤوس الأمة وأئمتها وعلمائها. فعلي بن أبي طالب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الحافظ العراقي، فيه مقال عند بعض المحدثين والحفاظ، لكن العراقي حافظ أيضا، أنا مدينة العلم وعلي بابها. يقولون عنه كافر، وفاطمة فيها شبه من المنافقين بزعمهم، وعائشة كافرة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وجيش الصحابة وجيش المسلم، من بقي المسلم على وجه الأرض؟ قولوا لنا من أي طريق وصل الدين إليهم بزعمهم. إذن ما وصلهم من دين ليس عن الصحابة بل من طريق آخر. وين هالطريق؟ إما عن فرعون أو إبليس أو قارون أو هامان. عن مين وصلهم هالطريق؟ قولوا لنا أي طريق هذا الذي وصل إليهم الدين المزعوم الذي قال فيه محمد بن عبد الوهاب
قبل أن نجدد الدعوة إلى الدين كان قد انقطع الإسلام قبل ذلك ب600 سنة. رأيتم كفروا الأمة بأفرادها وأعيانها وعمومها. هذا بالنسبة لحيث لمن قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في البخاري: والغلظة والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز. نكاية بهذا الحديث، إذا كانوا في مكة والمدينة ينزعجون لأن هناك التوسل والتبرج شغال، فإذا ذهبوا إلى الرياض قالوا: الحمد لله وصلنا بيرة الإيمان، مع أن الرسول قال: الإيمان في أهل الحجاز والغلظة والجفاء في أهل المشرق، وأشار إلى مطلع قرن الشيطان.